الله تعالى بركاته، اخوكم كوكي اورو جيمر اكس. جاتكم فيديو جديد وحلقه جديده، واليوم احنا بلعب فري فاير طلب من احد متابعين واللي هو طارق بوغروا، وحندير لكم التعليق الان كما وعدتكم. قلت لكم فيديو السابق اني التعليق صاحب افضل لعبه، نحط له صورته كما وعدتكم، وهاليك التصويره تاع الصديق اللي طلب منا. واذا حبيت يظهر اسم قناتك ولا اسم واسمه محتواك ولا اسم تعليقك، ما عليك ان تكتب لعبة عجباتك وكحبني نلعبها تكتبها، وانا اذا عجبتني نحط تعليقك ونلعب اللعبة. بدون ما نكثر الكلام خلونا نبدأ في الجيم، ولا تنسى اللايك والاشتراك في القناة فهذا يدعمني، وما تنسى تفعل زر الجرس ليصل كل جديد، كل ما نزل فيديو يجيك بالخف. وقالوا لي بزاف لي المحتوى تاعي جديد ومليح، شكرا جزيلا من القلب. انا حسنت المحتوى، بدلت السيتاب تاعي، خدمت البي سي تاعي، مايكروفون تاعي عدلته اللي يمشي 128 كي، وهذه جوده مليحه، هذه الجوده ما ماشي الاخرانيه كاع بصح ما قبل الاخير، وحسن الصوت مليح مليح. واش حيرني كاع فري فاير وعلاه كي نجي فوق هذه ما نتصرى لي والو؟ ليش النار لي على بالو؟ يقولنا تحت في الكومنت. هذه جديده، هذه بسم الله قبل 10 ثواني بليز بليز. لا الله غير راح خا راح تنى. المهم ندخلو جيم، يقولوا بعض اللاعبين المحترفين بتاع فري فاير ان فاكتوري هي البلاصه الوحيده الوعرة. شباب انا حاب نشوف انا دروب راه الزون مازال ما جا الصون. استظهر المنطقة الامنة في 26 ثانية. كذا واحد 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 واحد. تعال يا اخي العزيز سوف ادهسك بطريقتي المحترمة، ما تخاف ندهسك برك. طير موت، والله ما مات، حاولي زوج وطه هذا مات، الاخر مخبي لهيك يا زرعتك. الله يعطيك غلا حسد، ما قال الله يجيك الله. شباب واحد مات، قتلته شباب. دوكا نروحو حنا في الطوموبيل نكملو السياقة الاحترافية على تيري. لا تاكلك تاكلك، قتلتك خلاص. هلث وروح اروح. تعال تعال يا شيخ تيري، تشو تيري الله غراوي تيري. تحاماو تحاماو لي، الله يعطيكم غير الحسد. لابد تكسر، والله ما تكسر دوك تموت، دوك تتاح عليك الاخر. اي تعال تعال تعال، شباب مرحبين يطردقوا لي السيارة، ولذلك عندي حل.
واللي هي ندهسهم على بعض. المهم يو قاعد 20 واحد. ايش الذخيرة هذه؟ تتقلص المنطقة الآمنة الآن. وشي حاجة ان في فاير تبدو كشغل انها لعبة تاع غابات كيما فاركراي وجوزون، ماشي زعما لعبة كشغل تكون في بلاصة وفيها مخاطرة. ماشي لعبة، ماشي اللي تخليك متوتر على بيها راكي شوية. خوف جيو اسمك كي تلعبها هاك تتوتر، هاك تترعد جيو اسمك كي تكون واحد تقعد انت واحد تتوتر. في فاير حس روحي ماشي متوتر. هاو مات، ها شفت ايزي مسكين اللي كوش مهلك راح عليه. نزلوا 18 واحد. دك اللوتيو هذا شباب بديت المل. ما قلت بديت المل جاوني زوج. شباب دك نقتلوا هذا الواحد. إذا عجبتكم فري فاير قولوا لي اني ندير سلسلة. لما لا، مع اني نشك في انبوت. لا انا لي اسلح من المسافة القريبة. اروح تعال يا شيخ، ليش تهرب؟ عندك سلاح قريب ولا بعيد ولا قريب؟ موت هبتها القريب. شوف هذا، ما تهديش. اهدي واهدي ياي لو تضرب لو تتوالو. موت. سيد شكون يجرؤ على الاطلاق علي؟ والله غير نبات لدارهم يبكي، والله غير ردكم للودين. فلا شو هذه لقطة لكل واحد حط لايك. هذه اللقطة كما قلت لكم لكل واحد حط لايك. لقطة من أبو الفريمات. سبتشو دني هذي قلت لكم هذه اللقطة لكل واحد حط لايك لأبو الفريمات. شباب واحد ما حط لايك على بيها ما قصدوش مليح واحد برك. والله غير حتى نجيبك لان نقتل واحد بهذا السلاح يبان مليح. شباب مهرب هذا كله شنو؟ انا هرب من الزون. طرزان. Why are you bullying me man؟ ليش تبحروا قاع دكا؟ ايه قعدوا سبعه. ركز، بعثوا لي مساج. شفتك شفتك. عندي امور شجرة هلا. وليك من يطل كلب راح تاليك. اهرب شباب. عدو ستة يكون مات. عدو ستة
ثم لي وحده لها جمع للشهد حقا بستقاف بحر الفيديو شحرها الفيديو 16 دقيقة أين أنت يا أيها المختبئ؟ هاولك شوف هذه لقطة لكل واحد حط لايك What the hell؟ مات شباب رصاصة مات شتي عندي ليه مات؟ ما لقى حطيته لايك شفتك على 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 الرخص ذاك على مات عندي قدرة خارقة ولا وش شو وقت جاي الميساج حاولي كولك هذه لقطة كل واحد حط لايك قلت لكم كل واحد حط لايك عندي وليتها ابو الفريمات 14 قادة زوج مش ما كان ينقرب من ذاك ودني في الميكروفون باش نسمع مات شاف اغتنم الفرصة مات 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 وي شباب ربحت ايزي خويا إذا الشباب هنا وصلنا لنهاية الفيديو حط لايك واشترك في القناة تنشدو عارشي اسم مختلف هنا وصلنا لنهاية الفيديو شو رأيكم في الفيديو حط لايك تكتب في كومنت مع السلامة كما أنتم في القناة